في المرمى. طابت أوقاتكم، السلام عليكم. بعد أن حبس الفتح أنفاسه 94 دقيقة، النصر إلى نهائي كأس الملك بعد غياب 25 عاما. ناديان سعوديان يتنافسان على الأرجنتيني خورخي، ومدير أعماله يكشف التفاصيل للعربية. هل كان قرار إبعاد التونسي القشة التي قسمت ظهر ماجد قاروب محامي الاتحاد السعودي السابق يوضح؟ الهلال يخشى النهايات الأليمة أمام الغرافة، والأهلي روح في جدة وجسد في أصفهان. ماذا دار بين سامي الجابر والحكم الإيطالي في نصف نهائي كأس الأبطال؟ أهلا بكم. تلقى الأرجنتيني خورخي سامبولي مدرب يونيفرسيداد تشيلي بطل سودا أمريكا عرضا لتدريب نادي الهلال في الموسم المقبل. وبحسب مصادر في المرمى، تلقى المدرب دعوة لزيارة الرياض في الشهر المقبل. كانت العربية قد أشارت إلى مفاوضات المدرب مع نادي سعودي في نشراتها الرياضية الخميس الماضي. الأرجنتيني خورخي سامبولي مدرب يونيفرسيداد تشيلي حقق مع الفريق الدوري والكأس المحليين وكوبا سودا أمريكانا بلا خسارة، ويعرف في القارة الأمريكية بمورينيو اللاتيني. ومن الأرجنتين الآن وعبر الهاتف يلتحق بنا بابلو سياس وكيل أعمال اللاعبين. سيد سياس، أهلا بك معنا. أريد أن أسأل أولا، هل يمكن أن نقول بأن خورخي سيكون في الرياض الشهر المقبل، أنه تلقى دعوة رسمية وسيكون في الرياض قبل الدعوة؟ نعم، يعني أريد أن أسأل، عفوا يعني يبدو أنك لا تسمعني بشكل واضح. أريد أن أسأل، هل نستطيع القول بأن سياس سيكون في الرياض الشهر المقبل، أنه قبل الدعوة؟ سيد بابلو، يعني هل نتوقع بأن خورخي سيكون في الرياض، أنه قبل الدعوة؟ طيب، سنعود لوكيل أعمال اللاعبين والمدربين بابلو سياس، لكن حينما نعالج المشكلة وصول الصوت إليه. الآن نحاول أن نجيب، من هو المدرب الأرجنتيني خورخي سامبولي؟ التفاصيل في ما يلي. شو المشكلة شباب؟ خورخي سامبولي من مواليد 13 مارس لعام 60 في مدينة سانتافي بالأرجنتين. لم يسجل كلاعب انطلاقة جيدة بعد أن بدأ مع ناشئي نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، فتسببت إصابة في إيقاف مسيرته مبكرا قبل أن يتحول للتدريب على الفرق العمرية في النادي الأرجنتيني. نجح بنيل أول فرصة كمدرب لفريق أول في الدوري البيروفي مع نادي خوان أوريتش، الذي نجح بضمان البقاء للدرجة الأولى. تنقل بين 4 أندية في البيرو حتى 2007 دون أي ألقاب، ليقرر في 2008 التحول إلى الدوري التشيلي وخوض تجربة جديدة هناك مع نادي أوهجينس الذي حقق معه المرتبة الثالثة. وفي 2010 توجه للدوري الإكوادوري، حيث قاد نادي إيميلاك للتأهل إلى كأس سود أميركانا، وغادره في 2011 إلى الدوري التشيلي، لكن هذه المرة مع نادي يونيفرسيداد الذي أحرز معه لقب الدوري بعد أن قلب الهزيمة في ذهاب النهائي بهدفين إلى فوز 4-1. وبدوره نجح خورخي بنيل كأس سود أميركانا بلا أي هزيمة، بعد أن تلقى مرمى النادي هدفين فقط بالمسابقة، ليحصل على لقب مدرب السنة في قارة أمريكا الجنوبية. يشبه الكثيرون أسلوب خورخي بالأسلوب الهجومي لمواطنه بيليسا مدرب أتلتيك بلباو حالياً،
ويعرف عن خورخي الاعتماد على برامج التكنولوجيا وتخصيص مساعد له يقوم بتسجيل مباريات المنافسين وتحليلها باستخدام برمجيات متخصصة. سنحاول العودة للاتصال بوكيل العمل، يبدو لديه مشاكل في وصول صوتي إليه. وقفة قصيرة نتابع بعدها في المرمى. وأنا ذاك أقول، ما هو السبب الحقيقي لإقالة جاروب وما علاقة جمال تونسي بالقرار؟ الفتح يحبس أنفاس الأصفر 90 دقيقة، والنصر إلى نهائي كأس الملك بعد غياب 25 عاماً.